تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، يوم جميل ويوم إيجابي والجو روعة برا، يشجع أن الواحد يكون فرحة من الصبح وسعيد ومليء بالطاقة الإيجابية ويتجه إلى الدوام بنشاط وبإيجابية عشان ينتج أكثر. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مثل ما تعودتوا دائما في البداية أرحب أول شيء بالطاقم الموجود معي في الإخراج أيمن سرحيل، صباحك ورد يا أبو نوح، وفي التنسيق ميرا الغفلي، حياك الله يا أم خليفة ويعطيك ألف عافية. واليوم معاي زميلتي وأختي واللي بتقدم معاي إن شاء الله البرنامج تعودتوا عليها، تقدم مع محمود، فاليوم إحنا ثنتين مع بعض، الدكتورة ميسون. صباحك ورد يا ميسون. صبحك الله بالخير أختي ندى، أحب أصبح المستمعين صباحهم رضا من الرحمن، ومثل ما قالت أختي ندى الجو جميل وصباحكم إن شاء الله كله سعادة إن شاء الله. ونذكركم أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا، لأن مثل ما نقول إحنا كل يوم هذا البرنامج هو برنامجكم عشان تتواصلون معنا، فأرقام التواصل هي على 600551414 والرسائل النصية على 4006. هذه القنوات دائما نذكرها، هي اللي حاب يقدم ملاحظة، عند فكرة، عند اقتراح بحسن أي خدمة، عند الشكر، حاب يوجه شكر لأي حد. ما شاء الله أمس رسالة الشكر اللي اتصل فينا أحد المستمعين كان لها صدى جميل، وايد من الناس تواصلوا معي سواء عن طريق الواتساب أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يشكرون هذا الشخص اللي تواصل معنا وخذ الوقت، وشكر الموظف اللي سوى المبادرة الجميلة في مستشفى راشد. فلاحظوا يا جماعة كيف رسالة واحدة إيجابية نشرت الإيجابية والسعادة لناس كثر ما يعرفون هذا الشخص وما يعرفون هذا الموظف، لكن خلق جو من السعادة. فإحنا بنشجع هذا التفكير الإيجابي والسعيد وثقافة الشكر. نرجع الحين موضوع حلقتنا، شو عندنا أول فقرة يا ميسون؟ عندنا حصان طروادة لمواجهة الأمراض القاتلة. طور باحثون مضاد حصان طروادة الحيوي الذي يمكنه خداع دفاعات البكتيريا الخارقة عن طريق ربط نفسه بجزيئات الحديد التي تحتاجها البكتيريا للعيش والنمو، وبمجرد دخول الدواء المعروف باسم سيفيديروكول إلى الخلية البكتيرية يمكنه تدميرها من الداخل، وفقا لما نشره باحثون شركة شيونوغي بولاية نيوجيرسي الأمريكية في مجلة طبية مرموقة. وقال الدكتور سايمون بروتسوث رئيس فريق الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت، يعمل سيفيديروكول البقاء على سيفيديروكول كحصان طروادة، ويستخدم آلية جديدة لدخول الخلية من خلال الاستفادة من حاجة البكتيريا للحديد للبقاء على قيد الحياة، وخلال الإصابة بالعدوى الحادة تخلق إحدى استجاباتنا المناعية الفطرية بيئة فقيرة بالحديد، ورداً على ذلك تزيد البكتيريا من استهلاك الحديد. وأجريت التجارب على 452 من مرضى المستشفيات المصابين بعدوى حادة على مدار أسبوعين، عطوا ثلثين المرضى الدواء المطور 3 مرات في اليوم، في حين تلقى الآخرون مضاد حيوي آخر اسمه إميبنم سيلاستاتين، وكان العلاج الجديد بفعالية المضادات الحيوية القوية نفسها. طبعا مثل ما تعودتوا في خلال الفترات الأخيرة لما نقرأ دراسات في الصحة والسعادة، تلاحظين ميسون الحين ما صار التركيز على المرض هو نفسه، التركيز على دفاعات المرض عشان أن الجسم يقوي نفسه ضد هذا الفيروس أو البكتيريا. فهذه الدراسة وهذا العلاج ما بيكون مثل مضاد الحيوي الناس تخاف منه، هو راح يشتغل على الحديد اللي تتغذى عليه البكتيريا، معناه ممكن مع إذا طبقت الدراسة ودخل الدواء حيز التنفيذ ممكن بعد فترة تلاقون المضادات الحيوية تكون قليلة الاستخدام جدا بس في حالات معينة، فيعتبر إن شاء الله ثورة في عالم الطب. إحنا بما نتكلم الحين عن الصحة وغيرها تعودتوا عندنا فقرة تغذوية كل يوم، فاليوم عندنا الأستاذة عفاف جمعة أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي بتكلمنا عن القهوة بين المضار والمنافع. وصباحك ورد يا أستاذة عفاف. صباح النور.
حياك الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك، وأتمنى القهوة يكون لها منافع أكثر من مضار، ما يكون لها مضار. أكيد كنا نتمنى هالشيء كلنا. تفضل يا أستاذ عفاف. حياك الله. بنتكلم عن القهوة. القهوة من أكثر المشروبات شعبية وانتشارا، وتتميز القهوة بانخفاض سعراتها الحرارية، حيث أن كوب واحد من القهوة دون إضافة سكر أو كريمة تحتوي على سعرتين حراريتين. بيختلف يعني مشروبات القهوة الحين أنواع كثير، في منها القهوة الحديثة الكابتشينو والموكا وأسبريسو. هاي القهوة الكل يتصل إنسان أنا أشرب قهوة سعرات الحرارية وايد قليلة، ما فيها سعرات حرارية، لكن هاي المشروبات الحديثة اللي تم تحديثها القهوة تزيد فيها كمية السكر والكريمة والحليب اللي يكون كامل الدسم، بالإضافة لبعض المكسرات والشوكولاتة، حبوب الشوكولاتة اللي تضاف لها كنكهة، كإضافة نكهة. هاي الأنواع وايد فيها سعرات حرارية. صحيح. فننصح إن يعني متابعة الكميات اللي تضاف لها إذا كان الشخص يقوم بحمية غذائية. صحيح. ومثل ما أنت تكرمتي، لشرب القهوة فوائد وايد مثل الوقاية من أمراض القلب، الزهايمر، السرطانات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما تساعد على تنشيط الجهاز العصبي. الكل يقول الصبح أنا أبغى أشرب كوب من القهوة، أحس بالتركيز صح. والانتباه، بعد القهوة تساعد على فقدان الشهية للتخلص من شراهة في الطعام. بعض الناس يشربون وايد كميات من القهوة ويصرفون شرب القهوة حجتهم إن نبقى ننزل بالوزن، لكن القهوة لها مضار، هي القلق، التوتر، عدم النوم، فهاي الأشياء كلها تؤثر بعد لها مضارات. فيرجى الاعتدال في شرب القهوة، وننصح دوم أن شرب 3 أكواب من القهوة لتجنب القلق والأرق. وأفضل وقت لشرب القهوة هو بعد 3 ساعات أو 4 ساعات من وقت الاستيقاظ. نعم، 3 إلى 4 ساعات من وقت الاستيقاظ. أو نحن ترى عنا عادة غير صحية، نشرب القهوة الصبح يا إما كابتشينو يا إما كوفي على معدة خالية ويتم تناولها، بس أثبتت الدراسات إن أفضل وقت لشرب القهوة هو بعد 3 إلى 4 ساعات من الاستيقاظ. جميل. أختي عفاف، بس بغيت أسأل، في فرق بين القهوة العربية والأمريكان كوفي أو القهوة الأمريكية اللي نحن متعودين عليها؟ القهوة العربية يعني تختلف، في القهوة الخليجية بأنواعها، في القهوة التركية تختلف بنسبة إضافة مادة الكافيين. كنا نعرف أن القهوة تحتوي على مادة منشطة تسمى مادة الكافيين، اللي فيها هرمون الأدرينالين في الدم اللي يحفز الجسم للقيام بمجهود بدني مكثف. قهوتنا العربية تحسينها شوي خفيفة لأنها فيها البهارات، الهيل، زنجبيل، الزعفران مرات يضيفون لها، وهي كلها مواد مفيدة صحيح. تنضاف للقهوة. صحيح. القهوة العربية يعني لها فايدة أكثر. هي والقهوة بعد التركية تعتمد على تركيز البن اللي يستخدمونه فيها، مقارنة بالإسبريسو هي قهوة مركزة. صحيح. في كلمة الكافيين فيها تكون أكثر. نعم. كلمة أخيرة أستاذ عفاف حابة تشاركين فيها مستمعين عن القهوة. هي أتمنى الكل إنه يتم شرب القهوة بالاعتدال بشرب القهوة للحصول على مادة المضادات الأكسدة المفيدة للجسم. جميل. شكرا لك سلتش أستاذة عفاف جمعة، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. هاي المداخلة الجميلة، ونهارك قهوة إن شاء الله. تسلمين، نهاركم سعيد. شكرا. بس حبيت أرجع لموضوع المضادات الحيوية، بما أن نحن في الفصل يعني تغير الجو شوية. صحيح. والعيال بدأوا يمرضون، نبتعد عن المضاد
للأطفال إلا باستشارة الطبيب. صحيح. أغلب الأشياء المنتشرة فيرال فيروسية ما يأثر فيها المضاد، المضاد يأثر في الأسباب البكتيرية. صحيح. وأنا عن نفسي يعني أنا عيالي معروفة أبدا ما أعطيه مضاد إلا لو لا سمح الله وايد تعبان، غير هذا حتى الأدوية يا أمهات ما نكثر من الأدوية، هي مو مسابقة بعطيه أكثر أدوية عشان يخف المرض، ترى هي نفس المدة ونفس الأعراض تخف عنه شوي. اتبعوا الطرق العادية، يعني أهم شيء يشرب الطفل كمية كافية من الماء، اعتمدوا على الشوربة لما يمرض خصوصا الحين في نزلات البرد العادية، ولا تعطونا أي دواء حتى خافضات الحرارة أو المسكنات ما تعطينا إلا لو الطفل عنده حرارة عالية، غير هذا ما نعطيه ولا شيء، خلي الجسم يروح ياخذ دورته مع الفيروس ويخلص. أنا شوف أنا طبيبة نفسي ومع عيالي ما أعطيهم حتى المسكن إلا لو في حرارة مرتفعة، لأن كثرة استخدام الأدوية وحين ما شاء الله جونا دائما متقلب، صيف شتاء برد غبار حر، كل هذا يخلي الأطفال بالعادة يمرضون. ممكن تحسين أنه وجه مثلا يمرض 4 إلى 5 مرات في السنة، فكم بتعطونا أدوية؟ فخففوا من استخدام الأدوية كثر ما تقدرون. احنا تكلمنا عن فئة الأطفال، في فئة الحوامل إن شاء الله راح نتكلم عنها وعن هل يجوز للحامل استخدام المسكنات دون استشارة الطبيب، هذا إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. حياكم الله مستمعينا في برنامج صحة وسعادة المقدمة من إذاعة المتميزة نور دبي. رجعنا لكم، رقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. الحين بيكون ويانا الدكتور مازن الشرايري المستشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتور مازن. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. أهلين دكتور. يا صباح الورد دكتور. دكتور حبينا بس صباح الفل، هياك الله، حبينا نعرف هل يجوز للحامل أخذ الأدوية المسكنة دون استشارة الطبيب؟ في الحقيقة لا يجوز أنها تستخدم الأدوية المسكنة بدون استشارة الطبيب، لأنه هناك بعض الأدوية بتأثر على صحة الجنين. نعم. إحنا حقيقة دائما ننصحهم أنه دائما يحكوا لطبيبهم شو في عندهم من مشاكل وشو في عندهم من أوجاع حتى هو يوصف لهم الأدوية المناسبة المسكنة. عموما بالأشهر الثلاثة الأولى إحنا ما ننصح باستخدام الأدوية بشكل عام، ولكن هناك بعض الأدوية هي سليمة ويمكن أن تأخذها خاصة إذا كان كمسكنات. طبعا على رأسها هي الباراسيتامول بشكل عام، هو آمن وسليم في الأشهر الأولى من الحمل. الباراسيتامول دكتور اللي هو الأدول، عشان بس الناس بالضبط اللي هو الأدول أو البنادول بس بدون إضافات، لأنه في بعض البنادول في الصيدليات عليه إضافات ثانية. صحيح. اللي هو البنادول العادي أو الأدول المتوفر عندنا في هيئة الصحة. هذا مسموح لها أنها تأخذه في الأشهر الثلاثة الأولى حتى بدون استشارة طبيب لمدة محددة، يعني يوم يومين ثلاثة. أما إذا استمرت عندها المشكلة حقيقة هون لازم تستدعي أو تحكي مع الطبيب أو تشوف الطبيب تبعها. صحيح. دكتور مازن بشكل عام خلال فترة الحمل تلاقي هناك كثير من الأقوال بخصوص الأدوية اللي تأخذها المرأة الحامل، لدرجة أنه ممكن الوحدة توقف حتى أدويتها للأمراض المزمنة اللي هي عندها مثل أدوية الضغط وأدوية السكر، تقول لك لا والله مو بآمن خلال الحمل. فشو النصيحة أو شو مفروض تسوي المرأة الحامل من تعرف أنها حملت وهي على أدوية ثابتة منتظمة من قبل؟ شو أول إجراء لازم هي تسوي؟ والله دكتور هذا لازم هي أول ما تعرف حال أنها حامل وهي بتأخذ أدوية، مثلا هي عندها ضغط خلينا نحكي ضغط العادي وهي بتأخذ أدوية الضغط. نعم. هون لازم تبلغ الطبيب تبعها على أنه أنا حامل الآن وباخذ أدوية الضغط. طبعا مش مسموح لكل أدوية الضغط أنها تأخذها في 3 أشهر الأولى من الحمل أو بالحمل بشكل عام. إحنا طبعا كطبيب نسائي أو كطبيب الفاميلي ميديسين طبيب الأسرة أو طبيبها الخاص هون بيعدل لها وبيغير لها النوع اللي مسموح له أنها تأخذه بالحمل. هناك أدوية للضغط مسموح أنها تأخذها في الحمل، ولكن الأدوية اللي هي كانت تأخذها من أول غالبا مش مسموح لها. هون الطبيب بيقوم بتعديل الدواء وبتغيير النوعية اللي تتناسب مع الأم، لأنه أنت بتعرفي يا دكتورتنا الغالي أنه معظم الأدوية تنتقل على الجنين عبر المشيمة الخلاصة تبعته، فهو بيأخذها. وبتعرفي في الأشهر الثلاثة الأولى إن هذول اللي أخطر إشي ببلش فيهم تكون الأعضاء، هنا بعض الأدوية تعمل تشوهات. فهون الصحيح لازم الست الحامل
طوالي خبر الطبيبة إنه أنا حامل حتى نشوف الأدوية تبعتها ونعدل ونضبط لها الموضوع كله. صحيح. دكتور مازن، ممكن أحد أكثر الأمراض اللي تصيب المرأة الحامل اللي إحنا تمر علينا في العيادة هي سكر الحمل، يعني يتكرر ما شاء الله عند النساء بشكل كبير. فلو ممكن نشرح للأمهات شوية أو للنساء الحوامل إنه ليش إحنا نشدد في علاج سكر الحمل؟ كثير من الأمهات تقول إذا ليش الدكتور يقولي لازم تنزلينه ولازم يعني الرقم شوية بس مرتفع وأنا صايم، ليش هالكثر في تشديد؟ فأهمية إنه يكون في متابعة يعني ثابتة للحامل اللي عندها سكر الحمل، وشو مخاطرة بالنسبة للحامل وبالنسبة للجنين. صحيح أنه في بعض الستات بحدث عندهم بالحمل ما يسمى السكري الحملي. نعم. أو أنها بتكون هي بالأصل عندها سكري وتحمل. نعم. فهنا مش كل الأدوية مسموح لها في الحمل أدوية السكري. هنا يجب تراجع الطبيب مباشرة وتبلغ أنه أنا حامل وكان عندي سكري. هنا زي ما حكينا بشكل عام كأي دواء بدنا نعدل ونغير الأدوية، لأن مش كل الأدوية بتتناسب مع الحمل، لأنها بتأثر على الجنين ولا سمح الله تحدث تشوهات. بالنسبة للسكر الحملي هو مختلف حقيقة. أيوة. مختلف تماما، وعلاجه أسهل من علاج السكري بالنسبة للحوامل. دائما احنا نحكي لهم دائما على أنه ينزلوا الوزن ويعملوا رياضة أثناء الحمل. نعم. ويعدلوا دائرة الأكل تبعهم الحمل المناسبة. وطبعا في عنا بعض الأدوية اللي هي تتناسب مع الحمل لتخفيف أعراض السكري الحملي، وعلى رأسها الأدوية مثل الجلوكوفيج اللي كل الستات بيعرفوه. أيوة. هنا الست لازم دائما تراجع طبيبها، لأنه هذا بيأثر على الحمل. إذا ما كان مسيطر عليه السكر الحملي حقيقة بيعمل اختلاطات ومشاكل على الجنين وعلى الأم. نعم. على الجنين بيحدث تشوهات وبيحدث عندنا كبر حجم الجنين، فبالتالي بصير عندنا مشاكل في الولادة وأثناء الولادة، لأن يكون حجم الجنين يعني عالي أكثر من 4 كيلو جرام. فهون الست لما بكون عندها سكر حملي لازم طوالي من أول يوم تبلغ الطبيب على أنه أنا أصبت في الحمولة السابقة في السكر الحملي، أو أنا عندي سكري، حتى يتم ضبطها وضبط الحمية تبعتها وأعطاها العلاجات المناسبة. لأنه زي ما حكينا السكر الحملي إذا كان مش مسيطر عليه بيأثر على الأم وعلى الجنين. صحيح. وبيعمل مشاكل في الولادات على رأسها زي ما حكينا زيادة حجم الجنين. دكتور، لو هي الحامل ما كان عندها سكر من قبل وحملت وكان عندها سكر عالي، شو الأعراض اللي نحن نقولها تنتبه عليها؟ طبعا احنا بالنسبة زي ما حكيت لك السكر الحملي مختلف عن السكر العادي. نعم. وعلاجه وطريقة التعامل معه مختلفة جدا وسهلة. حقيقة على رأس الحمية 2 تنزيل الوزن، 3 أخذ بعض الأدوية اللي هي تتناسب زي ما حكينا مع الحمل ولا تؤثر لا على الجنين ولا على الأم. فما في خوف من السكر الحملي، لكن يجب ضبطه وضبط السكر بالطريقة المناسبة بحيث ما تحدث عنا مشاكل للأم وللجنين. وهو سهل جدا علاجه زي ما حكيت لك في أدوية خفيفة، وقد أحيانا نلجأ للأنسولين إذا كانت الحالة مش يعني غير مسيطر عليها وعم يرتفع السكر فيها عالي، نلجأ لجرعات الأنسولين تحت إشراف الطبيب. ولكن بشكل عام الغالبية العظمى بيكونوا على الدايت وعلى الحمية وعلى الأدوية الخفيفة زي الكلوكوفيج، وبتكون كل الأمور طيبة والحمل بيستمر بشكل طبيعي وما في أي مشاكل ولا اختلاطات على الحمل. ممتاز. دكتور، بعد يسألونا لو كانت حامل وعندها سكر جاها السكر على الحمل، دائما يسألونا نبعد الحمل بيروح السكر؟ غالبا معظمهم بيروح عندهم نهائيا. أيوه. يعني ما في، بس مجرد ما الولادة الموضوع متعلق بالخلاصة وهرمونات الخلاصة، مجرد ما حدث الولادة انتهى بيرجع كل شيء طبيعي خلال أسبوعين إلى شهر. لكن يجب متابعتها مباشرة بعد الحمل. يعني الست اللي كان عندها سكر حملي بعد الولادة يجب مراجعة الطبيب لتقييم الحالة بشكل عام ونشوف الوضع هل خلاص انتهى. لكن غالبا زي ما حكيت لك وبشكل عام معظمهم بيكون عندهم شفاء تام بعد الولادة، لأنه الموضوع زي ما قلت متعلق بهرمونات. صحيح. متعلق بخلاصة الجنين. مجرد الولادة يعني الحل الوحيد للسكر الحملي هو ولادة الجنين. صحيح. مباشرة بيرجع كل شيء طبيعي. ولكن زي ما قلت لك بعض الستات ولكن يعني بشكل أقل بيستمر عندهم السكري، خاصة اللي عندهم قصة عائلية، عندهم أوزان عالية،
لذلك هذول بتم مراقبتهم بعد الحمل مباشرة لمدة شهر ماكسيموم أو 3 أشهر. وغالبا زي ما حكيت لك الكل بيشفى شفاء تام منها. ممتاز. دكتور مازح، احنا بدينا عن المسكنات، بس شو عن الأدوية الموضعية المسكنة للألم المعروفة عندنا في العيادات؟ هل يمكن المرأة الحامل أنها تستخدم المسكنات الموضعية، مراهم، سبراي وغيرها؟ طبعا المراهم هي أغلبها آمنة لأنه الامتصاص موضعي. نعم. يعني ما بتاخده على على الجسم بشكل عام. ما يعني مش سيستمك تأثيرها، بيكون لوكال موضعي. فإحنا إذا كانت واحدة عندها مثلا ألام عضلية، في بعض المراهم الموجودة عندنا هي من الأعشاب معمولة، أو مثلا نقدر نستخدم، يعني بيسألونا فيه نقدر نستخدم الفولترين جل مثلا، يمكن استخدامه يومين ثلاثة ما في أي مشكلة، لأنه إحنا بشكل عام حتى الأدوية المسكنة اللي هي مثل البولترين البروفين نستطيع أن نستخدمها لمدة قصيرة يومين ثلاثة ماكسيموم. لكن في الأشهر الأخيرة من الحمل في الشهر التاسع يعني مطلقا يجب عدم استخدام الأدوية اللي هي مثل البولترين والبروفين لفترة طويلة، لأنها بتأثر على انغلاق القناة الشريانية للطفل لقلبه، فبصير عنده انغلاق مبكر للقناة الشريانية بفعل البولترين أو البروفين المجموعة هي كلياتها. نعم. لذلك احنا ما بنحب يستخدموها لفترة طويلة، يعني ماكسيموم يوم يومين اوكي، بس غير هيك احنا دائما ننصحهم انه يلجأوا الى الباراسيتامول اللي هو الأدول. نعم. لأنه هو يعني أأمن أكثر في كل أشهر الحمل. احنا حقيقة بين الشهر الثالث والسادس ما عندنا اي مشكلة في استخدام المسكنات، لانه هون الجنين ما في عنده مشاكل، النمو صار جاهز بنهاية الشهر الثالث الأجهزة تكونت. لكن في الاشهر الاخيرة في التاسع لسه الجهاز العصبي والدماغ مش مكتمل كامل. صحيح. فبعض الادوية المسكنات تؤثر على الجنين، لان زي ما حكينا انها بتروح له عبر الخلاصة الى دمه، فهو بياخذها بيستهلكها. فهون يجب الامتناع في الشهر التاسع عن الأدوية المسكنة التي تحتوي على زي ما حكيت لكم البولترين البروفين الأسبرين. نعم. واللجوء إلى البنادول أو الباراسيتامول أو الأدول. نعم. أما بشكل عام حتى أطمن الست الحامل ما في خوف من استخدام المسكنات لفترة محدودة يوم يومين ثلاثة، ما في أي مشكلة. ولكن زي ما حكينا في 3 أشهر الأولى يجب الابتعاد، لأنه مرحلة مهمة جدا تكون الأعضاء. وفي الشهر التاسع زي ما حكينا مرحلة اكتمال تكون الدماغ والجهاز العصبي. ممتاز. شكرا دكتور. نصيحة آخر شيء تعطيها حق الحوامل؟ والله أنا بنصحهم زي ما حكيت لهم ما في خوف من استخدام المسكنات، المسكنات الآمنة وعلى رأسها الباراسيتامول. نعم. ولكن يجب دائما دائما الست الحامل تستشير طبيب بكل خطوة بتتخذها باتجاه الأدوية، لأنه هناك أدوية مطلقا مش مسموح فيها وفي أدوية مسموح فيها. فكون الست الحامل ما بتعرف انه هذا الدواء يعني مسموح لي ولا مش مسموح لي، الافضل تستشير طبيب الأسرة، طبيبها طبيب النسائية او طبيبها العام، انه انا والله باخذ هالدواء هذا المسكن، هل مسموح لي ولا مش مسموح. وزي ما حكيت لك اهم شيء السلامة للام اولا بعدين الجنين. صحيح. شكرا دكتور مازن. شكرا دكتور مازن. مازن الشرايري استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. احنا رح نطلع ان شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل رح نتكلم عن المبادرة الثانية لهيئة الصحة بدبي اللي ترشحت ضمن راية محمد بن راشد الحكومة الذكية اللي هي تقنية دبي لإصلاح الصمام التاجي. فتريوا وكونوا معنا عشان تسمعون عن هالمبادرة الجميلة جدا ان شاء الله بعد الفاصل. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا برقم التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما ذكرنا لكم قبل ما نطلع الفاصل رح نتكلم اليوم عن المبادرة الثانية اللي ترشحت فيها هيئة الصحة في دبي ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، اللي هي مبادرة تقنية دبي لترميم الصمام التاجي. وهذه المبادرة كانت ضمن 8 مبادرات لجهات حكومية مختلفة. المبادرة الثانية اللي ترشحت فيها هيئة الصحة هي الصيدلية الذكية، وأمس غطيناها في البرنامج مع الدكتور علي السيد. اليوم معنا في الاستوديو بيتكلم عن هذه المبادرة الجميلة الدكتور فوزي
الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. صباحك ورد دكتور. صباح النور دكتور. اولا الف 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 مبروك الترشح. الترشح بنفسه بذاته روحه طبعا يعتبر تكريم وتشريف، لانه ما شاء الله مبادرات الهيئات الحكوميه والجهات الحكوميه الاخرى رائعه، فوجودنا ضمن هذه الشورت ليست او القائمه القصيره وطبعا اكيد يدل على وزن هذه المبادره واهميتها. فنتكلم اول شيء دكتور فوزي عن شو هذه التقنيه، ما هي، ما المقصود بتقنيه دبي لترميم الصمام التاجي؟ كما نعلم أمراض القلب هي من أهم شائعة جدا على مستوى العالم، وهي السبب الرئيسي الأول في يعني في المشاكل والوفيات على مستوى العالم. وبالتالي تأتي أهمية هذه المبادرة حيث أنها يعني تهتم بصحة الإنسان وبعافيته. والإنسان خير ما أعطي بعد اليقين هو العافية والصحة. أكيد صح. وليس هناك سعادة من غير صحة وعافية. فنحن نركز على صحة الإنسان، وهذه خدمة مباشرة تعتني بصحة الإنسان وليس فقط برفاهيته وإنما بصحته بشكل مباشر. صحيح. هنا تأتي أهمية هذه هذه المبادرة. نعم. وهي ترميم الصمام التاجي بما في العنوان من معنى. أي نحن نستطيع أن نصلح الصمام الطبيعي الذي موجود في جسمنا عوضا عن استبداله بأي يعني صمام اصطناعي، إن كان نسيجي أو كان حيواني. جميل. وهذا شيء كتير يعني إيجابي بالنسبة للمريض، بالنسبة لحياته نوعية الحياة ممكن أن تعود إلى طبيعتها بعد الترميم. فكان قبل اختراع هذه التقنية كان يتم تبديل الصمام على طول. الترميم موجود ولكن في أمامه مشاكل كثيرة، وهو محصور بعدد معين من الأطباء والمراكز، كونه الترميم ما زال أمامه يعني صعوبات في التنفيذ وفي الدقة. نعم صحيح. تأتي تقنية دبي لتخرج إلى العالم بقوة وتفرض نفسها على الساحة الدولية في الأوساط الطبية على أهم المستويات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وقريبا الهند إن شاء الله. فهذه التقنية تجد الحل المثالي لترميم الصمام التاجي بطريقة مبسطة سهلة عالية الدقة، يعني دقيقة جدا جدا جدا. حيث أن تجربتنا في ترميم الصمام التاجي في مستشفى دبي، وأكيد مع نفس يعني ما أتانا من زملائنا على مستوى العالم، نحصل على ترميم الصمام بنسبة 100%. ما شاء الله. كم عملية تقريبا دكتور؟ بإذن الله. كم يعني عملية الآن يعني فوق عدد 150 عملية بين مستشفى دبي ومستشفى هيوستون ميثودست في الولايات المتحدة ومستشفى يوتا ساوس ويسترن دالاس تكساس وسان رافائيل في إيطاليا ميلانو سانتا بروجو سان جيسا في بلجيكا. ممتاز. طبعا يعني الحمد لله هذا الشيء بيشرف ونحن يعني بصدد يعني في كثير من الأطباء يبدون يعني رغبتهم في الاطلاع على هذه التقنية وتطبيقها. ممتاز. لما هذه المستشفيات العريقة ومراكز البحث تبنت هذه التقنية، أو شو كانت ردة فعلهم على وجود مثل هذه التقنية اللي هي أتوقع أغنتهم عن تبديل الصمام بنسبة كبيرة؟ وثاني شيء شو الخطوات عشان هم تبنوا هذه التقنية؟ هل كان في تدريب قبلنا لهم، محاضرات تعريفية، ولا كيف كانت الإجراءات؟ من الصعب جدا تغيير عادات الناس وخاصة الجراحين، يعني عندهم نوع من الثقة بعض الأحيان، اعتداد بطرقهم اللي متعودين عليها. صحيح. لكن نحن في 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 دبي، ثقافة دبي ثقافة لا تعرف الاستسلام. صح. كلها روح التحدي والإصرار. وفريقنا شجاع كما بالضبط. أكيد. ونطمح للمركز الأول محمد رقم واحد، نريد أن نكون أفضل. أكيد. فعندما نثق بقدرات الوطن ونثق بقدرات البلد ونثق بقدرات كوادرنا، صحيح، فنحن نتكلم مع الآخرين بكل ثقة. بالضبط. صح. والحمد لله عندنا حجة علمية وهذه حتى أن وصفت بأنها من غيرنا وصفات بأنها تتفوق على سائر التقنيات الموجودة حاليا. ما شاء الله. ممتاز. لا أبالغ إن قلت وصفوها بالساحرة. وصفوها هم الجراحين الكبار اللي تعرفوا على التقنية. نعم. ما شاء الله. نعم. الحمد لله. ووصفوها في العلن.
يعني ممتاز. أصفها في المحافل الدولية بأنها ساحرة، بأنها تيريفايد يعني، يعني مخيفة بشكل رائع يعني. نعم نعم، نتائجها يعني مبهرة الآن طبعا، ويعني تتوفر الوقت وعانة الدقة. وعلى سبيل المثال طبقت منذ يعني منذ أسابيع في رويال برونتون هوسبيتال في لندن. جميل، يعني هي من أهم مراكز جراحة القلب على مستوى العالم. صحيح. وفي مهد جراحة القلب في 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 هيوستن. وكذلك في أوروبا في أهم مركز أوروبي لإصلاح الصمامات التاجية المعروف يعني سان رافائيل، هي مرجع عالمي. صح بالضبط. فنحن إن شاء الله متفائلون جدا إن شاء الله. ويعني هذا 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 يعني التطبيق يأتي عملي وليس صح. يعني نعم. دكتور، شو بس مزايا التقنية الجديدة عن الأسلوب التقليدي اللي كان مستعمل؟ شو الأحسن الأفضل فيه؟ نعم، هي يعني بسيطة. يعني بساطتها أدهشت العالم. بساطتها جعلت منها أفضل تقنية تنتخب من قبل 448 طبيب جراح من العالم مجتمعين. أيوة. صوتوا وأخذت هذه التقنية الجائزة الأولى على مستوى العالم في 2018 في المؤتمر العالمي في فانكوفر في كندا. المؤتمر العالمي لجراحة القلب والمناظير. هذه التقنية ميزتها أنها تعيد شكل الصمام على طبيعته. نعم. بطريقة يعني لا تحتاج إلى نقاط ارتكاز فيرتشوال يعني افتراضية. نعم. حتى لأنه الصمام موجود في القلب والقلب متوقف. صح. فأي محاولة ترميم الصمام هي محاولة افتراضية من الجراح وهي تقديرية. أيوة. يعني الجراح يقدر طول الأربطة الذي سوف يعتمدها لكي يصلح الصمام اللي هو بشكل مظلة. أيوة. فلو كان اعتبرنا أنه هذا الصمام شكله مظلة وعنده حبال تكمش هذا الصمام، وهذه الحبال متقطعة، تأتي هذه التقنية لتعيد صناعة هذه الحبال. جميل. ولكن لا توجد تقنية مثالية قبل تقنية دبي ممكن أن نصل من خلالها إلى تحديد الطول المثالي. نعم. مثلا إذا اعتبرنا أنه هذه الحبال تكمش الصمام وتعيده إلى وضعه عمله الطبيعي، إذا كان في اختلاف في الطول 10% فقط. نعم. حتى أنه لا يرى في العين المجردة. يسبب يعني تنشن، يسبب ضغط على هذا. نعم. هذا هذا الشد يكون فيه في الصمام. الشد يزيد ثلاث أضعاف. نعم. وبالتالي يعني الترميم لا يستديم كثيرا. صحيح. تأتي هذه التقنية تبسط الأمر بشكل يعني جدا جدا طبيعي، وهي تسمح بتعديل الطول. نعم. بشكل مستمر وعند الطلب وعند صحيح. وبشكل متكرر. صحيح. هي تقنية حقيقة نشكر الله سبحانه وتعالى تعتبر مجددة بجراحة القلب. دكتور فوزي، أتوقع لما شرحت التقنية الحين الناس فهموا بالضبط شو معنى تقنية دبي، وأتوقع أن المستمعين بعد عرفوا أنه ليس بالضرورة تكون فكرة كبيرة جدا عشان تحدث تغيير كبير. الفكرة جدا بسيطة لكن نعم. شوف صداها وأثرها على المرضى. فهذا دائما احنا نشجع للناس انه لا تقول ان فكرة صغيرة شو ممكن تأثر. مرات مثل ما دائما نقول البيوت تنبنى من الحجر الواحد، الطابوقة الواحدة يعني. نعم. فوين نعم. يعني انت فكرة كانت بسيطة لكن كانت ذكية. نعم. كانت عبقرية، ولكن حجمها صغير كان وأثرها كبير. فهو هذا هو، هل أتوقع أن لما وصفوها أنها فكرة عبقرية ومثل ساحرة، لأنها هي بسيطة جدا جدا يعني. نعم. ما يحتاج أدوات وأجهزة، ولكن نعم. هي التكنيك نفسه. نعم. الحين دكتور فوزي نتكلم من ناحية المريض. نعم. الحين المريض إذا كان لا سمح الله عنده مشكلة في القلب وبيروح يسوي بتروح للتقنية دبي، شو الفرق بين بشكل عام خلال العملية مثلا الزمن اللي يستغرق يكون داخل غرفة العمليات بالتقنية العادية وتقنية دبي؟ نعم. وشو بيأثر على صحته بعد خروجه من ناحية العودة للعمل، عودة لحياته، خروجه مثلا. نعم. المستشفى. نعم. شو بيأثر؟ طبعا في النهاية المريض يهمه هالأشياء. أنا شو بيفرق عندي؟ نعم. التقنيات السابقة يعني غالبها أغلبها تحتاج إلى فتح الصدر. نعم. لكي نرمم الصمام. صحيح. ومع الصعوبات التي ذكرناها سابقا. أيوة. تقنيات دبي تأتي تفتح باب واسعا ليس فقط لترميم الصمام بحد ذاته، لكن تفتح باب واسع أمام استعمال إجراء العملية عن طريق المناظير. جميل، ممتاز. فهي تأتي يعني لتتناسب تماما مع جراحة المناظير.
صح. وليس بالصدفة أن يتبنى هذه التقنية كبار جراحين المناظير على مستوى العالم. صحيح. فأصبح لا نستطيع أن نفصل ما بين تقنية دبي وجراحة المناظير. أصبحوا كأنهم توأم. صح. يعني كل من يشد أزر بعض. صحيح. يعني تقنية دبي تأخذ يعني فاليو إضافي بوجود المنظار، والمنظار أيضا يأخذ يعني قيمة إضافية بالضبط مع هذه التقنية. طبعا دكتور المناظر جراحتها أسهل بكثير. الشفاء منها أكثر أسهل من الجراحة المفتوحة. نعم نعم نعم. فهي لها تضيف للتقنية. صحيح. أيوة. وهذا بظن يعني هذا أهم عنصر فيها، أنها تساعد وتشجع إجراء العمليات من خلال المنظار، تضيف إلى التقنية. صحيح دكتور. دكتور فوزي، طبعا تقنية دبي لترميم الصمام التاجي مهما تكلمنا فيها ما نقدر نغطي كل نواحيها، لأن ما شاء الله أصداءها بتوصل أصداء طبعا يوم بعد يوم مع تبني مراكز العالمية لهذه التقنية وحديث الناس عنها. نعم. يعني مثل ما دائما نقول إحنا ما بنتكلم عن إنجازاتنا، نخلي الناس تتكلم عنها. نعم. الحين دكتور نتكلم على السريع في المعارض العالمية اللي شاركتوا فيها بهذه التقنية عشان نعرف العالم فيها. نعم. طبعا يعني هذه التقنية بدأنا ليس فقط يعني بدأنا نتحدث عن أن نبني عليها. نعم. نبني عليها يعني معدات جراحية مخصصة. جميل. نبني عليها تقنيات جديدة، نبني عليها أساليب جراحية جديدة، لأنها ليس فقط يعني في جراحة حالية، ولكن نحن الآن قد نصل مع تقنية دبي إلى إجراء العملية عن طريق قسطرة. ممتاز. يعني ممتاز. هي مطورة ليس فقط لحد ذاتها، مطورة. جميل. لأفكار ثانية. نعم. فقد يبنى عليها بكثير من التطورات، ونرجو من الأجيال القادمة أن تطورها أكثر فأكثر إن شاء بإذن الله. إن شاء الله. تعالى. طبعا بالنسبة هي محط أنظار كثير من الجراحين نحتاج الاحتكاك مع هؤلاء الأطباء، لأنهم لن يستطيعوا أن يجروا العملية بدون أن نتفاعل معهم بشكل مباشر. صحيح. لابد من إرشادات معينة للتطبيق. وطبعا كل هذه المراكز يعني تطلب منا جهد كبير أن نحتك بها الجراحين الكبار وهم ثقتهم، ويعني شوي شوي إن شاء الله نستطيع أن، ولكن ما نرجو ونثق بالله سبحانه وتعالى. صحيح. هذه التقنية بإذنه تعالى ستكون ستاندرد على مستوى العالم. ما شاء الله ثورة دكتور، ثورة في عالم. نعم. علاج. نعم. الصمامات هي أرجو في 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 في, في بضع سنين أن تكون هي ستاندرد تطبق في جراحة. بس عندي سؤال دكتور، طبعا هاي التقنية تناسب حتى الصمامات اللي هي للناس اللي هي عندهم صمامات قصيرة أو حجمهم تناسبهم التقنية هاي؟ يعني لا أريد أن أستبق. أيوة. ولكن يعني أبشر أن هذه التقنية سوف يمتد indication تبعها، سوف نستطيع أن نطبقها حتى عند مرضى المصابين بالروماتيزم. نعم ما شاء الله. يعني نستطيع أن نزيل كافة الصمام المريض. نعم. ونعيد reconstruction، نعيد بناء صمام جديد مع هذه الأربطة باستعمال غشاء القلب، يعني أوتولوجوس، يعني من نفس المريض نصنع له صماما جديدا من نفس أنسجته. ممتاز. نعم. نحييكم صراحة دكتور على هالتقنية ما شاء الله. ونتري إن شاء الله التقنيات راح تنبنى على تقنية دبي لترميم الصمام التاجي. نهنيك مرة ثانية دكتور فوزي الصفدي، ترشح هذه المبادرة للقائمة القصيرة، وإن شاء الله إن شاء الله نستضيفك هنا مرة ثانية وتكون فايز. المبادرة إن شاء الله فائزة إن شاء الله. تفضل دكتور. أنا بس يعني أشير أن هذا العمل هو عمل جماعي. صحيح. وأكيد يعني لا يستطيع أي إنسان أن يحقق شيء من دون أن يكون في هناك روح فريق. صحيح. تعاون. صحيح. ودعم والدعم للقيادة. والدعم. نعم. من 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 هيئة الصحة حقيقة يعني قوي جدا جدا جدا. ممتاز. وهذا هو المطلوب. نعم. وجود بيئة داعمة طبعا للمخترعين للمبدعين عشان يصل هذا الإبداع. نعم. والاختراع. يعني من رأس الهرم طبعا كان الدعم بداية إلهام لكافة هذا لكي يتبعوا. نعم. ما كان إيمانا وإبداعا من 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 قيادة هيئة الصحة. صحيح. لكي يعني
نمضي قدما بتحقيق ما حققناه بإذن الله. شكرا لك. شكرا دكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي، ونشوفك إن شاء الله مرة ثانية على خير. شكرا دكتور. احنا وصلنا لنهاية برنامجنا، نشكر أيمن سرحية في الإخراج وأم خليفة معانا كانت في التنسيق، وشكرا لك دكتورة ميسون جيت معانا اليوم. وإن شاء الله إلى أن نلقاكم في الغد كما تعودت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.